بسم الله الرحمن الرحيم. رحمنا لك يا عظيم صلاتك على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأقل عثراتنا، وخذ بأيدينا إليك أخت الكرام عليك. كلنا بما كنت به لأوليائك، وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ويسر لنا يا رب العالمين، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وألكه كما ألكت عادا وثمود، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين. وما زلنا في شروط الولي والشاهدان في عقد النكاح، وقلنا أن شروط الولي والشاهدان في عقد النكاح: أولا الإسلام، وتكلمنا على هذا الشرط، ووقفنا على قوله والثاني. والثاني من الشروط الستة البلوغ، أي في الولي والشاهدين، كما علمت من أن كلام المصنف عام في الولي والشاهدين، وإن اقتصر الشارح في التفريع على المفاهيم، لأن في المفهوم يعني النص كلام المصنف يقول إيه والبلوغ والعقل، يجي هو الشارح يعمل إيه؟ يقول لك والبلوغ، الشارح يقول فلا يكون ولي المرأة صغيرا. طب وفين الشاهدين؟ يبقى مفهوم كلامه في الولي بس، في حين أن مقصد المصنف في الولي والشاهدين. فهمت كلام بقى إيه المحشي؟ فمفهوم كلام الشارح اللي هو ابن قاسم تعليقا على كلمة البلوغ قال فلا يكون ولي المرأة صغيرا، كلامه في الولي، في حين أن البلوغ برضو اشترط أيضا في الشاهدين. علشان كده بيقول إيه والبلوغ، أي في الولي والشاهدين، لما علمت من أن كلام المصنف عام في الولي والشاهدين، وإن اقتصر الشارح في التفريع على المفاهيم في قوله فلا يكون ولي المرأة صغيرا، كان حقه يقول فلا يكون ولي المرأة ولا شاهدي العقد إيه صغارا، تقوم تمشي. أي لأن الصغر، إيه سبب بقى أن الصغر يمنع الولاية والشهادة؟ يسلب العبارة. أما الواحد يقول عبارة وما يوفيش بيها، الناس يقولوا له إيه تعيل، يبقى العيل الصغير ده مسلوب العبارة، ما يعرفش يوعدك بحاجة ويؤديها، لا يملك أن يؤدي ما وفى ما وعد به، لأن الطفل مسلوب العبارة. واضح؟ لأن الصغر يسلب العبارة. وكذلك لا يكون الشاهدان صغيرين أيضا، لأن الصغير ليس أهلا للشهادة، لأنه الواد الصغير ده مشوش، قاعد يلعب ويلتفت هنا ويجري هنا ويعمل هنا، واد إيه مشوش، فمش أهل للشهادة. الشهادة عايزة واحد يركز ويشوف طرفي العقد، ويسمع العبارة اللي بتتقال، وهل العبارة صحيحة ولا لا، ويتثبت. الحاجات دي كلها مش من أخلاق الأطفال الصغار.
والثالث أي من الشروط الستة العقل، أي في كل من الولي والشاهدين، لأنه ممكن يبقى مسلم وبالغ لكنه مش عاقل، فلازم برضه يبقى كمان عاقل. والعقل ضد الجنون والسفة والخبل، واخد بالك، والزهايمر، الأمراض اللي بتصيب الناس في الكبر، كل الحاجات دي تؤثر على العقل، أو بعض الأمراض اللي تم تحول بينه وبين عقله، زي الأمراض اللي تؤدي إلى التوهان، زي قرب الغيبوبة الكبدية تلاقي ماشي تاي، مش عارف ليل من نهار ولا ظهر من عصر، ويجي يقرأ الفتحة يتلخبط. لكل ده يزول، يبقى ده ما ينفعش في الحالات دي إنه يبقى ولي ولا يبقى شاهد في عقد. والثالث أي من الشروط قوله العقل، أي في كل من الولي والشاهدين، وإن برضو اقتصر الشارح التفريع في التفريع كما علمت أولا وثانيا. قال فلا يكون ولي المرأة مجنونا، كان حقه يقول فلا يكون ولي المرأة ولا شاهدي العقد مجنون، واخد مصابين بالجنون يعني، أو مجانين لو عايز تجمعها. وليه المجنون سمي مجنون؟ لأن الجنون جاء من جنة، والجنة يعني سترة، أي ستر عقله بالمرض فسمي مجنون، يعني مجنون مستور، أي مستور العقل، ده المجنون. وعشان كده الجني سميناه جني، ليه؟ لأنه مستور عن الرؤية، إحنا ما بنشوفهمش فيبقى جن. والجنة سموها جنة علشان مستورة بالأشجار والأغصان والنباتات فسموها جنة، وإحنا نصغرها في مصر نقول عليها إيه؟ جنينة، اللي هي جنينة، تصغير جنة، نقول للعيال تعالى نروح الجنينة اللي هي جنينة، واخد بالك، فهي تصغير جنة برضو في لغة العوام. وكذلك الجنين سمي جنين عشان مستور ببطن أمه، مش شايفين، وهكذا. فتلاقي كلمة إيه؟ جنة دي جاية من الستر، وليها بقى يعني أنواع كتيرة. والمجن، المجن اللي هو الترس اللي كانوا إيه يتترسوا بيه، يعني يستر بيه جسمه علشان ضربات إيه السيف، وهكذا. يعني تلقى اللغة كلها متآلفة في إيه، في الكلمات المنبثقة من أصل واحد، تلاقيهم كلهم مجتمعين على معنى واحد قريب. والجندي لا، جاية مرة ما فيها الجيم والنون، لأن الجندي بيبقى ساتر جسمه بلبس الجندية، واخد بالك، لبس الحرب. وما أنت بنعمة ربك بمجنون، سيدنا محي الدين من العربي له تفسير لطيف فيها، يقول لك وما أنت بنعمة ربك بمستور عن الغيوب، واخد بالك، يعني كأن الله يدفع عنه ذم الذام، وفي نفس الآية يبين أنه يوحي إليه بالغيوب فلم يستر الغيوب عنه، فيبقى الآية واحدة فيها نفي ذم عنه وفي نفس الوقت نسبة كمال له في العلوم في آية واحدة. فدي من لطائف تفسير سيدنا محي الدين بن العربي رحمه الله. فلا يكون ولي المرأة مجنونا، أي لأن الجنون يسلب العبارة، طبعا المجنون ده يبقى بيهزي، يقول كلام مش فهم. وكذلك لا يكون الشاهدان مجنونين، لأن المجنون ليس أهلا للشهادة برضه، لا ده أهل للعبارة اللي هو الولي لأنه حيوجب أو يقول صيغة العقد، ولا التاني أهلا للشهادة لأنه حيضبط ما يقال وما يحدث أمامه. ومثل المجنون بقى في الحالة دي إيه؟ اللي هو ما يضبطش العبارة، الأخرس، ما هو الأخرس ده ما بيتكلمش، ما احنا قلنا المجنون لا يضبط العبارة، والأخرس كذلك لا يعبر أصلا بالكلام، مسلوب العبارة لعدم القدرة عليها، وإن كان ممكن يبقى عاقل، ممكن يبقى بالغ ويبقى مسلم كل حاجة، لكنه ما عندوش عبارة. والمجنون، ومثل المجنون الأخرس الذي ليس له إشارة مفهمة ولا كتابة مفهمة،
الأخرس نوعان، في أخرس له إشارة مفهمة فإشارته كأنها كلام، وفي أخرس تاني ليست له إشارة مفهمة، كويس؟ أو ده يبقى حكمه كحكم المجنون، ده مسلوب العبارة بالكلية. ممكن يبقى في أخرس ليست له إشارة مفهمة لكن يعرف يكتب، فيكتب مراده فتعرف تقرأ وتفهمه وعايز يقول إيه. إنما الأخرس اللي هو في العقد الزواج الذي لا يصح به، الذي ليس له إشارة مفهمة وليس له كتابة مفهمة، فيزوج الأبعد. في الحالة دي نعمل إيه؟ لو كان الولي هو الأخرس الأقرب يبقى الأبعد أبوها أخرس، الأقرب بعد الأب إيه؟ الجد أبو الأب. طب ما فيش الجد أبو الأب، في أبو أبو الأب، ناخد أبو أبو الأب. طب ما فيش دول ماتوا، ناخد الأخ الشقيق. ما فيش الأخ الشقيق، ناخد الأخ لأب. ما فيش الأخ لأب، ناخد العم الشقيق. ما فيش العم الشقيق، ناخد العم لأب. ما فيش العم لأب، ناخد ابن العم الشقيق، كويس؟ ما فيش ابن العم الشقيق، ناخد ابن العم لأب، وهكذا. ادي معنى الابعد، يبقى نترك الاقرب ونروح للابعد، الابعد الابعد، كويس؟ يعني طلع الاب اخرس وليس له اشاره مفهمه ولا كتاب مفهم، والاخ كذلك والعم كذلك، يبقى ناخد مين اللي عليه الدور بقى؟ عيله خرس. نعمل ايه؟ معلش، قدر الله، فالحمد لله الذي ايه علمنا الكلام، علم الإنسان ما لم يعلم. وعلى شكرا بيقول لك في الحالة دي يعمل إيه؟ فيزوج الأبعد، الأبعد في ترتيب الولاية، يعني الأبعد في إيه؟ في ترتيب الولاية، لأن الأولياء دول كأنهم واقفين صف كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كده، الأب واحد، الأخ اتنين، العم تلاتة، ابن العم أربعة، وكل واحد من دول نفكه. الأخ في شقيق وفي أخ لأب، والعم شقيق وابن ولأب، وابن العم شقيق، يعني واقفين طابور، خدت بالك؟ يبقى ناخد الأبعد على طول في الحالة دي. فيزوج الأبعد حينئذ، إيه حينئذ؟ حينئذ يعني حين إذ لا يتوفر الإيه؟ الولي العاقل أو المتكلم، فهمت بقى؟ كما تقدم في النظم، حيث قال في النظم اللي قريناه المرة اللي فاتت: وأخرس جوابه قد اقتفل، يعني ليه غير مفهوم العبارة وغير مفهوم الكتاب. فإن كان له النوع الأخرس الثاني، فإن كان له إشارة مفهمة أو كتابة، بيعرف يكتب كلام يقرأ كذلك أو كتابة كذلك، فإن لم يختص بإشارته الفطنون، يشترط بقى إذا كانت إشارته مفهمة يفهمها كل واحد ولا يفهمها الذكي بس. إحنا عايزين إشارة يفهمها كل واحد عشان يتم العقد، مش يفهمها بس الناس الأذكياء، لا، ده عقد مهم، فهمت بقى ازاي؟ عشان ما يجيش في الاخر يقول ما كانش قصدي، ما ينفعش، ده عقد مهم. فإن لم يختص بإشارته الفطنون بل فهمها كل احد، باشر العقد بنفسه في الحالة دي، لان بقت إشارته المفهمة كأنها عبارة، واضح؟ كل الناس قاعدين فاهمين على طول. وإلا في الحالة دي، طب مالوش الإشارة إلا يفهمها الفطن بس النبيه، يبقى في الحالة دي يوكل واحد بيتكلم، واضح؟ وإلا وكل من يعقد بإشارة أو كتابة، وإن كانتا كنايتين، يعني الوكالة بالكتابة وبالإشارة كناية، فهمت؟ لأن الإشارة مش لفظ صريح، المنطوق ده لفظ صريح، طب والإشارة كناية، فهمتني بقى ازاي؟ فهو هيوكل بالكناية،
لأن الوكالة تصح بالكناية والعقد لا يصح بالكناية. فيقوم يوكل، يقوم الوكيل يتكلم بالعبارة. فهمت بقى المسألة؟ وإن كانت اللي هي الإشارة والكتابة كنايتين، لأنها غير منطوق بهما، ولا يباشر النكاح بنفسه لأنه لا يصح بالكناية، لأن عقد الزواج لا يصح بالكناية. فهمت كلام الشيخ بقى؟ عبارة مهمة تلاقيها مغلقة شوية لو قريتها بسرعة كده، لكن لما تيجي تفتحها تلاقيها اتفتحت. قوله سواء أطبق جنونه أو تقطع، يعني إيه؟ لا، ولي المرأة والشاهدين ما ينفعوش يبقوا مجانين، سواء الكنون أطبق عليه إطباقا شديدا أو تقطع، يعني بيجيله أحيان ويفوق أحيان. كويس؟ يعني لو هو بيبقى مجنون أحيانا وبيخف أحيانا، لو عقر العقد في وقت الخففان التام يمشي. واضح؟ فهمت؟ فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب. واضح؟ يبقى لو جاء عقد الزواج في وقت جنون هذا الولي القريب، يوم ينتقل الولاية للأبعد. واضح؟ دون زمن إفاقته الصافية عن الخبل. ما ننتظرش نقول استنوا ده الرجل ده أصلا بيتجنن 3 شهور في السنة وبعد 3 شهور بيبقى عاقل، نقوم نأجل العقد. لا، مفيش مشكلة، ننقل على طول للإيه؟ للولي الأبعد. واضح؟ في ناس كده بيقولهم جنون سيزونال. يعني إيه سيزونال؟ يعني إيه؟ يعني حسب الإيه؟ فصول السنة، متعلق بفصول السنة. يبقى في الحالات اللي زي دي مش مهم ننتظر لما يفوق، لا، يعمل يعني اللي هو كان يقول عليها إيه الراجل في الأغنية، عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي. ده في مرض كده فعل اللي هو السيزونال مانيا، واخد بالك؟ في الناس كده. طب هو لو عقد النكاح، لو عقد النكاح زمن الإفاقة، طب هل مضمون يعني الولايات يعني شهادته او اهله عارفينه؟ دي اسلاب التجربه. لا ده انا اعرف اطباء اساتذه، انا اعرف اساتذه كده ذكاء خارق، وفي مهنه ما فيش احسن منهم في مهنته، لكن هو بيجي له 3 شهور في السنه فعلا ياخد ادويه مانيا، يتعب، يجي له كده، وتملي المرض ده ما يجيش الا الناس الاذكياء جدا اللي عنده ذكاء عجيب. بس يبقى مش مضمون بعد كده يفتح عيادته ويعمل احسن عمليه في الدنيا، يعملها على ارقى مستوى. فهمت ازاي؟ لا خلاص، ما دي معروفه بالتجربه. بس قصدي مش هيبقى مضمون في 9 اشهر الاخرين يعني. ما احنا تمالك بيه، اصل هو احنا عايزين العقد لحظه العقد، احنا عايزينه هو وقت العقد بس، مش عايزينه طول مده الزواج. انا مالي، ما ممكن يعقد العقد ويقول بكره والعقد تم. فهمت؟ احنا عايزينه لحظة العقد بس. دون زمن إفاقته الصفية عن الخبل، فيزوج الأقرب في زمن إفاقته، أهي كويس، المذكورة، لأنه هو الولي حينئذ. فإن لم تكن صافية عن الخبل، افرض زمن إفاقته ما بيبقاش فايق تاما، بيبقى أحسن، صحيح متحسن لكن ما خفش، لا بلاش بقى. فهمت؟ يبقى ايه؟ لازم يبقى ايه زمن الافاقه ده افاقه تامه، لكن لو افاقه غير تامه ملناش دعوه بيه برضه. فان لم تكن صافيه عن الخبل زوج الابعد. الابعد في ايه؟ اللي هو نجيب اللي في الصف، اللي واقف وراه في الصف على طول، اللي واقف وراه في الصف على طول. ومن ذلك يعلم ان مختل النظر بخبل في عقله لا يكون وليا يزوج الأبعد كما مر ذكره في النظم السابق. يبقى أي واحد عنده نوع من الخبل ومستمر معاه ده ما ينفعش يبقى ولي في عقد زواج طول عمره بقى، خلاص ما لناش دعوة. واخد بالك؟ كذلك طبعا، هنا الولي والشاهدين طبعا. طب فعلا الإفاقة وعدم الإفاقة هل مضمون برضو؟ برضو لا، ما مش شرط يستمر شهادته، لانه ممكن يموت برضه الشاهد بعد لحظه بعد العقد. تصح. يعني لا يشترط ان الشاهد يفضل عايش طول ما عقد الزواج مستمر، يعني الشهود اللي شاهدوا على عقد زواج انا ماتوا رحمهم الله.
هل معنى كده ان الزواج بتاعي لازم اعمل عقد جديد بعد ما مات الشهود؟ لا، يستمر العقد على ما كان عليه. خدت بالك؟ والا كنت هدفع مهر تاني ويبقى مقلب. وابقى هدفع مهر باسعار اليومين دول، دي مصيبتين تبقى. فالحمد لله على نعمه الشرع الشريف. والرابع أي من الشروط الستة قوله الحرية أي الكاملة، يبقى لازم كمان يبقى حر، ما يبقاش رقيق عبد، لأن العبد ده ملوش تصرف في نفسه، هيبقى ليه تصرف في غيره؟ إذا كان هو نفسه ملوش تصرف في نفسه فلا يملك التصرف لغيره. نفهم من هنا أنه ما ينفعش يبقى روبوت، وإحنا في زمن الإنسان الآلي ده بيفكروا يعملوا انسان آلي في شكل هيئته، هيئته انسان، يبقى لابس بدله وكرافته وانسان وماشي وعاملينه وبتيجي افلام بحيث انك انت ما تقدرش تميز ان ده فعلا بشر مش بشر. واخد بالك ازاي؟ ده ما ينفعش هذا الايه الروبوت ولو في صوره انسان كامل، يبقى لان ده عرفنا منين الحكم الروبوت؟ من العبد. شفت بقى دراسة أحكام العبيد والرقيق مهمة عشان تعرف تتربى عندك الحس الفقهي اللي بيه تقيس لما يجي لك حاجة تانية. فهمتني ازاي؟ لأن العبد كان يباع ويشترى ولا يملك التصرف في نفسه، والروبوت أيضا يباع ويشترى ولا يملك التصرف في نفسه، فهو رقيق كالرقيق بالضبط. والرابع أي من الشروط الستة الحرية أي الكاملة يقينا في كل من الولي والشاهدين، فلا يصح النكاح بمستور الحرية، يبقى مستور الحرية أو ظاهرها بأن يكون ببلد اختلط فيه الأحرار بالعبيد ولا غالب في الأول وغلب الأحرار في الثاني، نظير ما مر في الإسلام. يعني ما ينفعش نعقد العقد بواحد في بلد اختلط فيه الأحرار بالعبيد وما غلبش الأحرار، أو في بلد اختلط فيه الأحرار بالعبيد وغلب أحد الجانبين، ما ينفعش إلا ما تأكد إنه هو حر من الأحرار. واضح؟ لازم هنجيب لسه عليك المبعض، مش مبضع، مبعض يعني بعضه حر وبعضه أيوه. لكن لو مبضع جاي بضاعة يعني ما فيش مانع، تبقى حلوة، هيخش علينا بهدايا هنفرح بيه طبعا. يقول لك قطر البضاعة. قوله فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح، خد بالك قال في إيجاب النكاح، لكن الولي ممكن يبقى قابل، لأن العبد ممكن يبقى قابل، ممكن يبقى عريس، ممكن أجيب واد عبد من عبيدي لو كان عندي يعني واخد بقى واجوزه. فهمت ازاي؟ والواد يقول قبلت، لكن ما ينفعش العبد يبقى موجب يقول زوجتك، ما ينفعش، لكن هو يقول قبلت يمشي، لانه يمكن ان يزوج نفسه باذن وليه العبد، لكن لا يمكن ان يزوج غيره ولو بنته، ولو بنته، لا بنته يجوزها مين؟ سيده اللي يملكه، لانه هو يملكه ويملك بنته. فهمت بقى؟ فلا يكون الولي عبدا في ايجاب النكاح، فلا يوجب العبد النكاح لا بطريق الولايه ولا بطريق الوكاله كمان، فلو وكله الولي فيه لم يصح. نعم يزوج المكاتب امته، سؤالك اهو، يزوج المكاتب امته لانه يزوج بالملك مش بالولايه. المكاتب ده اللي هو عبد بيشتري نفسه بأقساط، وسيده اعتبره حر حرية معلقة بسداد القسط، فلما صار حرا حرية معلقة استطاع أن يشتري هذا المكاتب عبدا أو أمة، فله أن يزوج هذه الأمة هذا المكاتب بالولاية بالملك لا بالولاية. واضح؟ لأنه يزوج بالملك لا بالولاية. وكذلك المبعض، أهو نفس السؤال،
يزوج أمته التي ملكها ببعضه الحر، لأنه يزوج بالملك لا بالولاية كالمكاتب، بل أولى، لأن ملكه تام في بعضه الحر أولى من المكاتب. مش كده برضو؟ المكاتب ملوش ملكية تامة، دي ملكية معلقة. ولهذا تجب عليه الزكاة، تجب الزكاة على المبعض في ماله الذي اكتسبه في بعض ببعضه الحر. قول: ويجوز أن يكون قابلا في النكاح. ويجوز الرقيق يبقى قابل في عقد النكاح، يقول قابلت، فهمت؟ أي ويجوز أن يكون العبد قابلا في النكاح لنفسه بإذن سيده أو لغيره بالوكالة عنه. يبقى ينفع يبقى قابل لنفسه وقابل لغيره بالوكالة، كل ده بإيه؟ بإذن سيدي. لكن ينفع بإذن سيدي يبقى ولي؟ ما ينفعش، حتى ولو أذن له سيده، حتى لو وكله سيده، فهمت بقى؟ وهذه فائدة زائدة على كلام المصنف، لأن كلامه في الإيجاب فقط، بدليل أن السياق في الولي، فاندفع قول المحشي تبعا للقليوبي، وإرادة هذه المسألة على كلام المصنف غير مستقيم، لأنه ليس غرضه، وإرادة هذه المسألة على كلام المصنف ليس غرضه إرادة هذه المسألة على كلام المصنف، بل غرضه إفادة فائدة زائدة كما قاله الميدان. يعني بيقول لك لولا الزيادة اللي قالها الشارع في الحتة دي ما كانتش اتضحت الفرق بين العبد في حال إيجابه الذي لا يقبل وفي حال قبوله الذي هو يصح، فهمت ازاي؟ فدي زيادة زائدة من الشارح ليبين غرض المصنف الذي لم يوضحه المصنف نفسه، واضح؟ قوله: والخامس، أي من الشروط الستة، الذكورة، أي يقينا لازم اللي بيعقد عقد الزواج ده يبقوا رجالة، لازم كده، كويس؟ الوالي يبقى راجل، والعريس لازم يبقى راجل طبعا. هزوجها ايه بره؟ مش لازم، بقوله يزوج الوقت الست للست، يعني ممكن بقى العريس ست قاعد في الكنيسة، ده بره بقى يعملوا كده. ممكن يبقى العروسة راجل وقاعد في الكوشة، واخد بالك؟ ده الوقت الكنيسة بقت تزوج. ايه الشواذ؟ المسلمين ما يعترفوش بالكلام ده، ده كلام مسخرة حرام قطعا، فهمت؟ يبقى يشترط في عقد الزواج الذكورة يقينا، ما ينفعش خنسة كمان، لازم يبقى ذكر في الولاء، في الولي وفي الشهود وفي الزوج، لازم دول يبقوا ايه؟ رجالة. اي يقينا في كل من الولي والشاهدين، فلا ينعقد النكاح بشهادة النساء ولا برجل وامرأتين. زي عقود البيع ممكن رجل وامرأتين يشهدوا على عقد بيع، لكن في عقد الزواج لا. وقوله: فلا تكون المرأة أو الخنثى وليين. يبقى ما ينفعش المرأة ولا الخنثى تبقى ولية في عقد الزواج، وإن كانت هي ولية برضه، هي ولية بس مش ولية، فهمت إزاي؟ عارف يعني إيه ولية؟ المصريين يقولوا على الست يا ولية. ولية ليه؟ عشان بتولول. يعني إذا أصابها شيء تقول إيه؟ تولول، تولول يعني تبكي وتلطم وتعيط وتعمل، فأسموها ولية عشان كده. وقول: فلا تكون المرأة أو الخنثى وليين، أي ولا شاهدين أيضا كمان، ما ينفعوش. نعم، إن اتضح الخنثى بعد العقد بالذكورة تبينت صحة النكاح في الولي. الولي ده كان أخ الزوجة لأب أو الشقيق مثلا، والواد ده اتولد خنثى مشكل، لكن متربي إنه راجل، بس هو لسه بيعمل تحاليل وشغال في التحاليل عشان نعرف ده راجل ولا ده ست. فجت أخته هتتجوز، فراح زوجها في الفترة قبل ما تبان التحاليل، فهمت؟ عقد عليها بالولاية، خلص العقد الحمد لله، اتصلوا بالتليفون مبروك انت طلعت راجل، صح العقد، مع انه لما عقد العقد كان مشكوك لسه فيه، واضح؟ بخلاف ما لو كان زوجا
لو كان زوج لازم يبقى ذكر يقينا في الحال، ما ينفعش يبقى خنثى مشكل ويتضح بعد العقد انه رجل. ليه؟ لان المعقود عليه يحتاط اكثر من ايه القائم بالعقد. فهمت بقى ازاي؟ يبقى هنا الولي تختلف المسألة في الولي عن الايه الزوج في الخنثى المشكل. فنقرأ هنا كلام الشيخ بيقول ايه، فحتى لو كان الشاهدان بيقول نعم ان اتضح الخنثى بعد العقد بالذكورة تبينت صحة النكاح، ما نحتاجش نعيد العقد تاني. يعني معنى كده لو بنت التحليل قالوا انت انثى يبقى نعيد العقد تاني. واضح؟ تبينت صحة النكاح في الولي والشاهدين، حتى لو كان الشاهدان خنثيين ثم بانا رجلين فالأصح الصحة ولا يرد، ما تعترضش بقى يعني في المسألة دي، ما لو عقد للخنثى أو عليه ثم اتضح بالذكورة في الأول وبالأنوثة في الثاني، عليه بالأنوثة في الثاني ليه عليه، حيث لا يصح لأنه يحتاط في المعقود عليه ما لا يحتاط في غيره كما مر. فهمت كلام الشيخ؟ واضح الحكاية. قوله هو السادس أي الذي هو آخر الشروط الستة، السادس آخر الشروط الستة، العدالة. العدالة احنا نسميه يعني ايه؟ الديانة. راجل دين، راجل صالح، ساعات المصريين يقول لك عليه راجل طيب، كل دي اسمها العدالة. لكن الفاسق يقول لك ده راجل كذاب، ده ما بيركعهاش، ده راجل خاين، ده أمارتي بيلعب أمار، ده سكري، ايه ده؟ ده الناس حافظين اهي، الناس حافظين ايه العدالة على طول. اول ما يقول لك دين يبقى عدل خلاص، انما تقول له ايه انا هتجوز بنت فلان يقول لك ده ابوها سكري، ده عمره ما دخل الجامع، ده هنا بقى ايه طعنه في العداله. فهمت بقى المساله؟ العداله هي لغه الاستقامه والاعتدال، وعرفا ايه تعرفها عرفا بقى؟ ملكه في النفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخسه. يعني هو مش معصوم من الصغائر، ممكن يعمل بعض الصغائر، لكن ما يعملش الصغائر الخسيسه. يعني يروح مثلا وهو بيشتري من الفكهاني، يقوم الفكهاني بيوزن يروح واخد برتقانه حاططها في جيبه، دي حاجات خسيسه كده ما تلاقش يعني، دي حاجه ما تصحش يعني. او مثلا يروح للفكهاني يقول لك كيلو بكام ده كذا، طب دوقني يدوق، طب وده بكام كذا، طب دواني، طب وده بكام كذا، طب دواني، ياكل بعد كله، وفي الاخر يقول طب اديني ربع كيلو منه وهو كل كيلو. دي ايه حاجات ايه تخرم المروءه، يعني يسموها خوارم مروءه عند ايه الفقهاء، يسموها خوارم المروءه. والعداله هي لغه الاستقامه والاعتدال، وعرفا ملك في النفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخسة. زي ايه؟ كسرقة لقمة وتطفيف تمرة والرذائل المباحة. يعني بعد ما وزن له كله تمام وبيهاته يروح واخد التمرة حطتها في كيس، ما يصحش يعني، هتفرق ايه معك التمرة؟ فهمت ازاي؟ دي حاجات خسيسة. والرذائل المباحة برضو ما يعملهاش بالرغم انها رذيلة ومباحة، زي مدغ اللبان مثلا، يمشي في الشارع كده يمضغ لبانه، طب ومضغ اللبان ده حرام؟ هي اللبانه نجسه؟ طه ما فيهاش حاجه. ايه يعني اما يقعد يمضغ لبان كده؟ ما فيهاش حاجه. لكنها عند الناس في العرف ايه؟ ضد المروءه، ما يصحش، ده حتى ما يشتم واحد يقول له يا ابو لبانه. مش كده برضه؟ يعتبروها شتيمه يعني، بالرغم انها مباحه. يبقى ما يعملش برضه الرذائل المباحه. خدت بالك ازاي؟ كالمشي حافيا او مكشوف الراس في بلد بكل الرجاله مغطين راسه، يقوم يمشي وهو عاري الراس كده. فهمت ازاي؟ يمكن احنا في زماننا ده لو مشي بالطربوش يبقى من خوارم المروءه، لان الناس هتزفك، هيفتكروه من اهل الكهف.
واخد بالك، كان نايم بقاله 100 سنه وهو ده طلع من القبر حط الطربوش وطلع، واخد بالك. فيبقى ايه، بتختلف بقى الخوارم المروءه دي تختلف من زمن لزمن، فهمتني ازاي؟ يعني في زمن ايام ما كان كل الناس معممين الرجاله، فلو مشي هو راسه عاري دي خوارم المروءه، دلوقتي بقى لو مشي بعمامه او براسه عاري مش من خوارم المروءه، يقول لك دي حريه شخصيه، فما بدش تفرق بقى، فهمت بقى المساله؟ او مكشوف الراس، واكل غير سوقي في سوق، يلاقوه ماشي في الشارع، هو اصلا مش من اهل السوق، يعني مش من التجار وما عندوش محل فتح، لكنه ده من الناس العاديين ماشي في الشارع، يمص قصب ويرمي ويقزز لب ويتف في قفل اللي قدامه، واخد بالك؟ كده ما يصحش، واخد بالك؟ ده مش شغل الناس المحترمه، خدت بالك؟ او ماسك ايه سندوتش وقاعد ياكل وهو راجل استاذ في الجامعه وما عندوش محل، او قاضي او مثلا شيخ واعظ في مسجد، وتشوفه ماسك سندوتش كده وماشي في الشارع ياكل ويهز العمه وهو بياكل، انت حتى لوحدك تنتقده، صح ولا لا؟ لكن لما يبقى محله في السوق وقاعد بياكل عادي، ما هو بياكل في محله موضوع عمله، فهمت بقى المساله؟ بيديك امثله يعني لخوارم المروءه. واكل غير سوقي في سوق، والمراد بها بالنسبه للولي عدم الفسق. يجمعوها العلماء يقول لك ايه؟ يفعل ما لا يليق بزمانه ولا بمكانه. خدت بالك؟ يبقى اي حاجه يفعلها لا تليق بزمانه، لان تختلف باختلاف العرف، او مكانه يعني مكانته الاجتماعيه، يبقى هنا بقى ما يليقش. يعني راجل دكتور مثلا محترم كده جراح، يلبس بنطلون جينز وتيشيرت زي الشباب اللي رايحين الجامعه، فهمت؟ طب ما هو اللبس ده ما هو جائز، ما فيهاش حاجه، بس ما يليقش بسنه ولا بوظيفته. هو عنده 60 سنه وراجل رئيس قسم ولا مدير مستشفى، فهمت ازاي؟ او استاذ في الجامعه، لابس بنطلون جينز وكوتشي وتيشيرت وبنص كم وماسك سلسله قاعد يعمل بيها كده ورايح المستشفى، الله، ده حتى الناس تبص له كده تقول لك ايه ده، في حين ان ابنه وهو بيعمل كده وهو رايح كليته ما حدش يعيب عليه، سنه كده ابنه، فهمت بقى المساله؟ يبقى عشان كده ايه، يفعل ما لا يليق بزمانه ولا مكانه. مكانه يعني مكانته، دي اسمها خوارم المروءه. خوارم المروءه. يبقى العداله تنقسم الى خوارم مروءة وفعل معاصي. خوارم مروءة من المباحات التي لا تليق بزمان ولا مكان، ومعاصي كبائر وصغائر. صغائر لا يصر عليها ويمتنع عن الصغائر الخسيسة، والكبائر لا يفعل الكبيرة أصلا. يبقى تيجي ما تقسم العدالة تقسمها بالطريقة دي، يبقى العدالة تفكها حتتين، ديانة ومروءة. الديانة تفكها ثلاث حتت، تفك الديانة كبائر لا يفعل، الصغائر تفكها حتتين، صغائر خسيسة لا يفعل، صغائر غير خسيسة قد يفعلها ولكن لا يصر عليها. واضح بقى؟ نيجي بعد كده في المروءة، نعتبرها فعل مباح لا يليق بزمانه ولا مكانه، فهمت ازاي؟ دي خوارم المروءة. يبقى المروءة بتتكلم في المباح، والديانة بتتكلم في الحرام، والاتنين يجتمعوا عشان يبقى الانسان عدل، فهمت بقى المسألة؟ دي نقطة مهمة، مبحث مهم تبقى ايه مرتبه في ذهنك. والمراد بها بالنسبة للولي عدم الفسق. يشترط بالنسبه للولي احنا عايزينه بس يبقى مش فاسق، يعني لما تقول واخد بالك هتجوز بنت فلان، الناس ما يقولكش الراجل ده وحش، يعني مستور الحال، كفايه دي، فهمت بقى؟ فيشمل الواسطه، فالصبي اذا بلغ ولم تصدر منه كبيره ولم يصر على صغيره ولم تحصل له تلك الملكه لا عدل ولا فاسق، ومع ذلك يصح أن يكون وليا. وكذلك الكافر إذا أسلم، والفاسق إذا تاب،
فإنه يزوج في الحال. عشان كده احنا قلنا بنتوب الناس قبل عقد الزواج، فهمت ازاي؟ عشان نصحح ولاية الولي. الأذن؟ طب يلا أذن يا سيدي. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله بيتكلم هنا في موضوع العدالة بالنسبة للولي، بيقول لك يكفي فيه أنه لا يكون فاسقا، يعني مستور الحال تكفي فيه، بخلاف الشهود يبقوا معلومي العدالة الشهود، لكن الولي يكفي فيه أنه يكون إيه عدم الفسق يعني. فيشمل الواسطة قلنا الصبي، ولا وكذلك الكافر إذا أسلم والفاسق إذا تاب، فإنه يزوج في الحال، لأن الشرط ولي في ولي النكاح عدم الفسق لا العدالة. العدالة شرط أعلى شوي، فكان يقول حقه يقول عدم الفسق وخلاص، لا العدالة المتقدمة، يعني ما يشترطش أنه يبقى قبل كده قبل لحظة العقد إيه عدل، يكفي فقط ان في لحظة العدل في لحظة العقد ان هو مش مشهور بايه بالفسق. واضح؟ وعشان كده احنا قلنا ان تملي الناس قبل العقد بيبدأوا بالاستغفار وبالتوبة وبقراءة الفاتحة، كل الحاجات العادات الحلوة دي كلها في عقود الزواج لايه؟ لتصحيح حال الولي والشهود. ويكفي بالعدالة المستورة والظاهرة في الولي والشاهدين،
ولذلك نقل الإمام الغزالي، يعني نيجي نقول مثلا حلق اللحية مثلا، عند الجماعة مثلا الوهابية والسلفية حلقة اللحية دي كبيرة من الكبائر، يبقى ده الولي ده ما ينفعش عندهم، يبقى ولي في عقد النكاح على مذهب مين؟ السلفية والوهابية. واضح؟ لأنه ده يبقى إيه؟ فاسق. يعني لازم يستنى لحد ما دقنه تطلع عشان يحضر العقد، ده على مذهب مين؟ الوهابية. لكن عند باقي العلماء حلاقة اللحية تدور بين الحرمة كصغيرة وبين الكراهة فقط. فهمت ازاي؟ فيبقى حليق اللحية يبقى ليس فاسق على مذهب المعتدلين من المسلمين. فهمتني بقى ازاي؟ لو واحد معتدل من المسلمين كده ما يدقش مع ولي الزوج، يقول له انت لا تتحلي ده، لا لا فاش روحوه ويخرب العقد. فهمت بقى المسألة غلط كده. ويكتفي بالعدالة المستورة والظاهرة في الولي والشاهدين. ولذلك نقل الإمام والغزالي، الإمام وإمام الحرمين الجوين والغزالي، الاتفاق على أن المستور يلي، ولذلك أيضا ينعقد النكاح بمستوري العدالة، بمستوري العدالة، ولو كان العاقد بهما الحاكم على المعتمد وهما المعروفان بها ظاهرا بسبب المخالطة من غير تزكية عند القاضي. يعني مش شرط حتى الشهود ان القاضي يزكيهم. كان زمان القاضي لما يتعين قاضي في اي بلد، اول ما يروح البلد دي، كان زمان ايام الزمان الخير يعني، يجي القاضي المؤطم مثلا، يتعين قاضي في محكمة المؤطم الحي اللي احنا عايشين فيه، يوم يجي قاضي المؤطم ده يروح لايه؟ لشيخ حي المؤطم. شيخ حي المؤطم ده الكبير بتاع الحي اللي عارف كل الاسر اللي ساكنه واحوالهم، ده مريض وده عاجز وده بيشتغل ايه وده كده. فيروح لشيخ الحي او عمدة البلد، كويس، يقول له ايه؟ مين الناس العدول اللي بتقبل شهادتهم عندك؟ هات لي اسماء، علشان لما يبقى عنده قضية ما يقبلش شهادة الا دول، انما الباقيين ممكن ايه تشتري شهادته، فالقاضي ما يقبلش شهادته. فهمت بقى؟ فعلشان كده القاضي بيبقى عنده أسماء الناس العدول المزكاة عنده، فما يشترطش بقى في الولاية هنا إنه يبقى مزكى من القاضي. يعني القاضي ما يبقاش عنده بيان بأسماء إيه الناس، ويبقى هو اسم الولي ده من ضمن المذكورين عنده، لا ما يشترطش، يكفي إنه مستور الحال. فهمت بقى المسألة؟ وشهود العقد لازم يكون مذكرين برضه ولا مش؟ في العقد بقى في الشهود يعني في اوجه كتيره. عندنا كشافعيه يقول لك لازم يبقوا عدل قبل العقد، واخد بالك؟ ده عند الشافعيه. الباقيين في كثير من المذاهب قال لك يكفي انهم يبقوا مستوري الحال برضه، مش مشهورين بالايه؟ بالفسق. واضح؟ لكن عند الشافعيه تشددوا في الشهود اكتر من الولي، واخد بالك ازاي؟ عشان كده يستحسن في اي عقد زواج انك انت تعزم ناس في العقد، يعني يحضروا العقد ولو لم يكونوا هم الشهود اللي بيمضوا، يكفي بس انهم قاعدين حاضرين العقد، دول يعدلوا العقد اللي قاعدين دول. وقيل هما اللذان لم يطلع لهما على مفسق، وعلى هذا فيكفي حضور شاهدين وإن لم يعرف بالمخالطة بأن يؤتى بهما من الطريق، والحال أنهما غير معروفين لأن ظاهر المسلمين العدالة. والفرق بين مستور العدالة حيث اكتفي بهما وبين مستور الإسلام أو الحرية حيث لم يكتفي بهما أن الإسلام والحرية يسهل الوقوف عليهما باطنا، سهلة خالص تعرف ده مسلم ولا مش مسلم، الوقت بالبطاقة الشخصية سهل، وريني بطاقتك تعرف أنه مسلم. كان زمان سيدنا خالد لما يحب يعرف ده مسلم ولا مسلم يقول له اقرأ الفتحة. سيدنا خالد بن الوليد لما كان يجي في أثناء الحروب يعني ويلاقي واحد كده غريب قاعد في وسط صفوف المسلمين، يخاف يعتبره عين من العيون، جاسوس لابس لبس المسلمين قاعد في وسط العسكر عشان يقول أخبارهم، فكان يجيبه يقول له اقرأ الفتحة. التاني بقى ما يعرف يقول له فتحة يعني ايه فتحة؟
يروح ضارب رقبته على طول، يعرف على انه ده جاسوس، واخد بالك يعني ايه يختبره يعني. انما الوقت بقى ايه بالهويه الشخصيه، تقول له وريني بطاقتك، خلاص تعرف دينه ومكتوب في البطاقه. حيث لم يكتفي بهما ان الاسلام والحريه، الفرق بينهم ان الاسلام والحريه يسهل الوقوف عليهما باطنا بخلاف العداله فلا يسهل الاطلاع عليها باطنا. تحتاج تعاشره بقى، فهمت ازاي؟ عشان تعرف ده عدل ولا لا تحتاج تعيش معاه شهر اتنين تلاته عشان تعرف الراجل ده راجل صالح ولا مش صالح، فدي صعبه. وبالتالي يكفي يبقى مستور الحلو خلاص، عشان العقد يتم والجواز يتم بقى من باب التيسير لرفع الحرج، لان جاء الشرع بالحث على الزواج، فهمت ازاي؟ فيبقى نمشيها بقى، مشي الايه الزواجه وما توقف، ما توقفش زي العقله في الدور، خدت بالك؟ ما تخليش واحد سلف يحضر العقد ويكون ولي الزوجه حالق لحيته، هيقلبها نكد، هيقلبها لك نكد، ولا حول ولا قوه الا بالله، فهمت؟ لكن لو ولي الزوجه مربي دقنه ما يجراش حاجه، عزمه بقى بقلب جامد بقى، غير بقى ما يهمكش. قوله فلا يكون الولي فاسقا، وكذلك الشاهدان لا يكونان فاسقين، فلا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، لأنه لا يثبت بهما ولا ينعقد بولي فاسق أي بأي نوع من أنواع المحرمات كشرب الخمر والسرقة والزنا وترك الصلاة وإخراج عن وقتها. طب والتدخين؟ عايز مبحث، عايز مبحث، واخد بالك؟ لأن التدخين حرام بنص دار الإفتاء، فلو عرفت ان ولي الزوجة مدخن هل ده يبقى مصر على صغيرة فيبقى مش عدل ولا لا؟ تحتاج مبحث حديث، يبقى المفروض الفقهاء اليومين دول يبحثوا لنا فيها، لان هي من حيث ظاهر الامر تخرم عدلته، لان التدخين حرام والمدخن مصر عليه لانه مداوم عليه، واضح؟ فهل ده يسقط عدلته؟ وبالتالي يبقى إمامته مكروهة في الصلاة وولايته لا تصح في عقد الزواج، ولا لأنه زاع وانتشر، واخد بالك؟ فلعموم البلوى يعفى عنه مؤقتا لتصح العقود، عايزة مبحث، فهمت ازاي؟ يبقى الحتة دي محتاجة مبحث في المسألة دي، تحطها عندك وتبعت لدار الإفتاء شوفوا يجاوبوك يقولوا لك ايه حديثا، فهمت ازاي؟ هل هيقص هيقول لك لا لا تؤثر في الولايه بناء على عموم البلوى، واخد بالك ازاي؟ ولتيسير العقود ولتصحيحها، فيبقى معلش تجاوز عن هذه المساله، ولا هيقول لك لا ويقف زي الايه زي العقده في المنشار ويقول لك لا امنع العقد لحد ما الولي يبطل العقد النكاح انا بعمل ايه لما بحضر عقد نكاح لولي مدخن؟ بعمل ايه؟ تملي اقول للناس الفتحة، طبيعة المسلمين لو بيدخن يرمي السيجارة ويقرأ الفتحة، يبقى توقف عن التدخين، ويقول لهم قولوا استغفر الله، يستغفر الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، يبقى تاب، نعمل العقد، خلص العقد يولع سيجارة، ماليش دعوة بقى، المهم العقد بقى صحيح. انا بعمل كده والله مؤقتا لحين ما يحلوا لنا المشكلة دي. ولا ينعقد بولي فاسق بأي نوع من أنواع المحرمات كشرب الخمر والسرقة والزنا وترك الصلاة وإخراجها عن وقتها سواء أعلن بفسقه أم لا، وتحط بين قوسين وهل التدخين يدخل مثال أم لا، سؤال قابل للبحث، فهمت ازاي؟ لحديث لا نكاح الا بولي مرشد، في حديث كده عن النبي خد بيه الامام الشافعي، عشان كده اشترط العداله هنا الامام الشافعي بالحديث ده، قال لا نكاح الا بولي مرشد يعني راشد يعني عادل، فهمت؟ قال الشافعي رضي الله عنه والمراد بالمرشد العدل اي غير الفاسق، وهذا في غير الامام الاعظم، الامام الاعظم اللي هو الخليفه يعني اللي هو غير موجود الان، اما هو فلا يضر فسقه لانه لا ينعزل به
لا ينعزل به. ليه؟ لأن عزله بفسقه يؤدي إلى فتنة أشد، وتفرق المسلمين وتجرزمهم وإراقة الدماء، وكل فريق يبقى له أنصار وده يقاتل ده، وهذا يؤدي إلى طمع أعداء الإسلام في المسلمين حيث انشغلوا بأنفسهم، فيأتوا أعداء الإسلام يجتاحوا بلاد المسلمين على حين غرة، وبالتالي من باب ارتكاب أخف الضررين. يبقى حاكم فاسق ولا نعزله بفسق ونختلف؟ يقول لك لا، ده الفرقة أشد ضررا من فسق الحاكم. واضح؟ عشان كده حتى الحكاية دي موجودة جوه القرآن وانت مش واخد بالك، جوه القرآن القاعدة دي من وأقر فيها، وده كان اجتهاد الأنبياء. سيدنا هارون سيدنا موسى أخلفه على قومه، كويس، وذهب لميقات ربه 40 يوما حتى يكلم رب. بني إسرائيل سيدنا هارون كان رجل طيب بالجانب، محبوب، من كتر ما بيحبوه متعودين عليه ما بيهبوهوش، مش زي سيدنا موسى يخافوا منه أول ما يقولوا موسى جاي كل يعمل كده، إنما هارون عادي كل عادي فيش مشكلة، لأن هارون حبوب ومتربي معاهم، واخد بالك، وكان إيه خافض جناحه ليهم. فأول ما مشي سيدنا موسى، هارون بقى هو الزعيم، زعيم حبوب يحبوه، هم نفسهم يعبدوا عجل، عبدوا عجل براحته، قال لك لا مش عامل لنا حاجة، ده راجل طيب. سيدنا هارون نصحهم مرة واثنين وثلاثة ما فيش فايدة. قام عمل إيه سيدنا هارون؟ سابهم لحد ما يجي موسى، لأنه لو كان شد عليهم هيفرقهم. قال له إيه؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. دول وقعوا في الشرك، يعني الشرك أخف من الفرقة. شفت الفقه ده؟ ده فقه مخفي جوه القرآن، طلعه أنت بقى. وقف إذا كان الشرك، وأقره سيدنا موسى مش كده بره؟ قال رب اغفر لي ولي أخي وادخلنا في رحمتك، يبقى أقره على تفكيره صح ولا لا، وقبل عذره. ثم واجه قضية العجل بنفسه سيدنا موسى حتى انتهت. واضح؟ يبقى الفرقة أشد من الشرك، شوف قد إيه بقى، فما بالك ما ليس ما هو أدنى من الشرك من المعاصي. هذه الحكم غير موجودة في العصر الحديث، واضح؟ ولو قلتها يقول لك عليك من الفلول، مش ده اللي بيحصل على طول؟ لو جيت قلتها يقول لك شوف علماء السلطة من الفلول، طب خليك انت عم كل انت فلول وطعمي براحتك، واخد بالك. لكن الدين لا يحب إراقة الدماء، ولا يحب الاختلاف، ولا يحب الفرقة، ولا يحب الشتم والسب، ويبقى ايه الناس شيعة. عايزين نبقى يد واحدة على من سوانا، خدت بالك؟ فناخد بالنا من الحاجات البسيطة اللطيفة دي، وكلنا بنقرأ القرآن وناخدش بالنا من الحكم دي، صح؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قول، أم قال إيه؟ رب اغفر لي ولأخي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. مش قال له كده؟ دي أعذاره، أعذاره إن هو يعني لين الجانب عليهم، وهم طمعوا في حلمه، وإن هو خاف يفرقهم، وإنت جاي بعد فترة بسيطة. يبقى معنى كده إنه قبل 40 يوم يعبدوا العجل، إن هو يبقى يقبل بالشرك يبقى كافر؟ ده نبي، هتكفر نبي؟ هو علشان قبل هذا مقابل درء مفسدة أعم يبقى قبل هذه المفسدة؟ لا، ما قبلش هذه المفسدة، ولكن اختار أخف الضررين، زي زيارة الدكتور علي جوم علي القدس، اختار أخف الضررين في نظره. قال إننا لما نهجر زيارة المقدس، بيت المقدس تماما على مدى سنوات طويلة، ده يتيح الفرصة لليهود يغيروا معالم المسجد الأقصى وحيهدوه ويعملوا فيه اللي ما يعمل، ويتناسى المسلمون حقهم في هذا المكان. ولكن لو زرناه وبقى لنا رجل فيه، يهابوا ان هم يغيروا معالم المسجد الأقصى، وان احنا جربنا المقاطعة على مدى 40 عاما
فلم تؤدي شيء، فلنجرب شيء آخر ربما يؤدي لشيء. نحرك المياه الراكدة، جربنا 40 عاما قبل المقاطعة، منذ 40 عاما كان عدد المقدسيين بالنسبة للسكان الأصليين من 10-5% أو من 5-10% من 40 سنة. طب بعد المقاطعة الآن عدد المقدسيين بالنسبة للسكان الأصليين اللي هم غير مقدسيين 1%. يعني لو استمرنا كمان مقاطعين كمان 20 سنة مش هيبقى في القدس واحد مسلم، هيبقى كلهم يهود. فهمت بقى المسألة؟ يبقى نقدم أي المصلحتين، مفيش مسلم أصلا يقبل الاحتلال ولا يوالي اليهود، دي مسلمة بين جميع المسلمين مهما اختلفوا في الفروع، صح ولا لا؟ لكن في وجهات نظر، هل ده الأنسب الآن إن أنا أزور وحافظ على ما بقي من معالم وأقوي السكان بدل ما يهجروا البلاد دي بسبب الاستضعاف، ولا الأولى إن أنا أستمر على المقاطعة؟ المسلمين كتير، خلي أغلبهم يقاطع وبعضهم يزور ولا نخون بعضنا البعض، بس بسيطة يعني، بسيطة ممكن يمشي الحكاية كده. لكن لا، لا يقبلوا الرأي الآخر ولا يقبلوا وجهة النظر الأخرى، ويدرأوا المصلحة بإيه؟ بالمصلحة الأقل، ويدرأوا المفسدة الكبيرة يدرؤوها، يدرأوا المفسدة الصغيرة بالمفسدة الأكبر. ده ما بقاش في فقه بقى، ما بقاش في بصيرة، ده ما بقوش بيدعو على الله على بصيرة بقى، ده بقى هوى، أهواء في النفوس. طب ما النبي قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، وكان المسجد لما قال الحديث ده كان تبع الرومان محتلين، وبالرغم من كده كان الناس الصحابة تروح تزور حتى قبل فتح بيت المقدس خلافة سيدنا عمر، كان الصحابة تروح تزور بيت المقدس وتحت الاحتلال الروماني. معنى كده ان احنا كنا قابلين، والصليبيين احتلوا الارض المقدسة دي 450 سنة، والمسلمين يزوروا المسجد الاقصى برضه لحد ما جاء صلاح الدين بعد 450 سنة حرر بيت المقدس. ما امتنعش المسلمون ابدا في اي مرحلة من مراحلهم من زيارة البيت المسجد الاقصى ابدا، الا في المعاصر الحديث بقالنا 40 سنة ماشيين على مذهب مين؟ مذهب الاعلاميين والسياسيين والبابا شنودة. وانت عارف ان المسجد الاقصى اللي ضيعه السياسيين وفساد السياسيين مش فساد المتدينين، فهي السياسة اللي افسدته. فلازم نراجع مرة انفسنا ونرجع نقرأ القرآن تاني ونشوف ازاي ان الانبياء كان اجتهادهم يختلف، وبالرغم من كده يفضلوا انبياء برضه، وان يجتهدوا في الفروع ويختلفوا ويفضلوا انبياء برضه. سيدنا داود يجتهد في قضية وسيدنا سليمان في نفس القضية يجتهد بحكم اخر، ويفضل داود نبي ويفضل سليمان نبي، واخد بالك؟ يقول ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلم. فين بقى المعاني دي كلها؟ عشان كده تعرف بقى ان الناس الوقت في هذا الزمان كثير منهم يقرأ القرآن لا يجاوز ترقيه، ما عندوش فهم في القرآن، وبقت اعجابه كل ذي رأي برأيه، واخد بالك؟ والشح المطاع والهوى المتبع زي ما النبي وصف حالنا كده. فلازم نخرج من هذه الأزمة اللي احنا فيها، ونعذر بعضنا البعض في الأمور الخلافية، ولا نفسق بعضنا البعض على أمور قد يختلف وجهات النظر فيها، قد يكون المقاطع له ثواب في المقاطعة وقد يكون الزائر له ثواب في الزيارة، كل على نيته. واضح؟ حضرتك تفضل علينا تقول لنا الكلام ده في مقالة من وزحة المساجد. ايه؟ حضرتك تفضل علينا تقول لنا الكلام ده في مقالة من وزحة المساجد. قلنا في خطبة الجمعة الماضية ونزلوه على اليوتيوب، خطبة الجمعة الماضية ونزلوه على اليوتيوب، واسمها سميناها ايه؟ نزلتوه على اليوتيوب ولا؟ نزلت على اليوتيوب وسميناها سوء الظن فساد ذات البين، كان عنوان خطبة الجمعة اللي فاتت كده. احنا مش بنروج لإحدى الفكرتين على فكرة، انا لا اروج لا للزيارة ولا للمقاطعة، انا لا اروج لأي فكرة من الفكرتين، ولكن اروج فقط بحسن الظن في المسلمين جميعا، في الذي يحب ان يزور والذي يريد ان يقاطع، لأن هذا يزور لتثبيت المسلمين والمحافظة على معالم الإسلام في هذه البلاد بهذه النية ويأخذ ثواب العبادة هناك، والآخر يمتنع مخافة أن يعتبر اليهود أن هذا تطبيع وموافقة ضمنية على بقائهم في هذه البلاد.
فده يساب على هذه النية وهذا يساب على هذه النية ونفضل إخوة متحبين. وإحنا الحمد لله عددنا كتير، ملايين تنتنع وملايين تزور لحد ما ربنا يعفو عنا ويبعت لنا من يحرر هذه الأماكن المقدسة من قيادة راشدة ومن جيوش مخلصة، لأن ما فيش قيادة راشدة ولا في جيوش مخلصة للدعوة للإسلام. الوقت الجيوش مخلصة لنظم حكم وليس للإسلام كإسلام، هذه المشكلة. فربنا ينجينا. الامتناع عن وجهة نظرك كده ما يجراش حاجة، روح انت زور، اسمعني بس، ما يجراش حاجة يا سيدي، روح انت زور، انت شايف ان كده ان الامتناع ده مصلحة لليهود اكتر، فانا عايز ابقى ضد مصلحتهم فاروح ازور عشان اثبت حقي. عوام المسلمين يقول لك ايه مسمار جوح. فلنجعل سفرنا الى هذه الاماكن مسمار جوحة، ان مازال لنا حق في هذه البلاد. واوعوا ايه تفرطوا فيها. وجهة نظر لطيفة. وجهة نظر تانية قد لا أكون موافقا فيها، لكن أعذر من يتبناها، واخد بالك، لكن لا أعذر أن الذي تبنى فكرة يعيب في الذي تبنى الفكرة الأخرى. ليه؟ لأن لا تسيء الظن بأخوك المسلم. سوء الظن بالمسلم كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم وفساد ذات البين. والرسول يقول على فساد البين إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أي كده النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده بيقول لك ايه الامام الشافعي بيقول لا نكاح الا بولي مرشد. قال الشافعي رضي الله عنه والمراد بالمرشد العدل اي غير الفاسق، وهذا في غير الامام الاعظم. اما هو فلا يضر فسقه. شفت بقى ليه؟ زي الكلام اللي احنا قلناه ده كله، راجع بقى الكلام اللي قلناه ده كله. لأنه لا ينعزل به فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه، ومحل ذلك إن لم يكن لهن ولي غيره وإلا قدم، لأن الولاية الخاصة مقدمة على العامة. ولو كان الولي فاسقا وكان بحيث لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق زوج الحاكم الفاسق، لأنه يزوج مع فسقه بخلاف الولي الفاسق، خلافا لما أفتى به الغزالي من أنه لا تنتقل الولاية بل يزوج الفاسق حينئذ. قال ولا سبيل إلى الفتوى بغيره، لأن الفسق قد عم العباد والبلاد. والأوجه الأول لأن الحاكم لا ينعزل بالفسق بل ينفذ حكمه للضرورة، أما الولي ينعزل بالفسق. فهمت المسألة؟ واستثنى المصنف من ذلك أي المذكور من شرط الإسلام والعدالة ما تضمنه قوله، أي من أن الكافر يلي الكافرة. يعني ممكن يبقى الولي كافر في زواج الكافرة، أب مسيحي بيجوز بنته المسيحية خليه ولي، بيزوج بنته المسيحية المسلم خليه ولي. فهمت بقى إزاي؟ يستثنى بقى، وهذا مستثنى من شرط الإسلام في الولي. ومن أن السيد الفاسق يزوج أمته. السيد الفاسق اللي هو إيه؟ مالك الأمة. الأمة دي رقيق، فسيدها اللي هو مالكها له أن يزوجها مع فسقه، لأنه يزوجها بالملك لا بالولاية. بيزوج هنا بالملك لا بالولاية، خدت بالك؟ وهذا مستثنى من شرط العدالة في الولي. لكن استثناء سوري مكتوب عندك إيه؟ هذه سوري، هذه انا عندي ممسوحه خالص، استثناء هذه سوري، هذه الصوره يعني. لان السيد يزوج امته بالملك لا بالولايه، فما ينفعش تبقى مستثنى، يعني دي صوره بس لك مش في الحقيقه. قوله لانه الا انه اي الحال والشان لا يفتقر نكاح الذميه الى اسلام الولي، اي لان الكافر يلي الكافره ولو اختلفت ملتهما. احنا عندنا في باب الارث قلنا ان من موانع الارث اختلاف الدين، مش كده؟ برضو من موانع الارث اختلاف الدين. طيب هل بقى كل ملة دين شكل، ولا كل ما هو خلاف الاسلام ملة واحدة كفر واحد؟ مذهبان. الشافعية قالوا ان كل الكفر ملة واحدة. فهمت ازاي؟ فالمسيحي يورث اليهودية واليهودي يورث البوذي، لأن كل ملة للكفر ملة واحدة، ده مذهب الشافعية.
مذهب الأحناف ومن وافقهم أن الكفر ملل متعددة، فالمسيحي لا يرث اليهودية ولا اليهودي يرث البوذية، ولا بد أن يتفقوا في الملة. واضح؟ يبقى فيها مذهبان. مذهب الشافعية الكفر كله ملة واحدة، وتعريف الكفر كل ما خالف الإسلام. واضح؟ فنحن بيقول لك إيه؟ ولو اختلفت ملتهما، لأن الكافر يلي الكافرة ولو اختلفت ملتهما، بناء على إيه؟ على أن الكفر كله ملة واحد. هذه المسألة هنا، ده مذهب الشافعية كده. لو قريت في كتب الأحناف تلاقيها فيها مسألة مختلفة، لأن عندهم كل ملة كفر شكل، واخد بالك؟ فيزوج اليهودية النصرانية وبالعكس كالإرث، زي في الإرث برضو احنا مشينا على أن الكفر كله ملة واحد. واضح؟ وقضية التشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربي على ذمية، يعني الحربي اللي هو إحنا الكفار بالنسبة للمسلمين ثلاث أنواع. الكفار بالنسبة للمسلمين من حيث السياسة لا من حيث الديانة، فمن حيث الديانة كل الكفر واحد وكل ما خالف الإسلام، ده من حيث الديانة. طب ومن حيث السياسة العلاقات السياسية، ينقسم الكفار إلى ثلاثة أنواع عند المسلمين: كافر معاهد، يعني عايش في بلده وبيننا وبين عهود فنوفي بالعهود ولا نعتدي عليه طالما لا يعتدي عليه، كويس؟ ده المعاهد الأول. كافر مستأمن، يعني عايش في وسطنا لكنه واخد عقد أمان، عقد ذمة بيدفع جزية أو مواطنة في العصر الحديث، أو معاه فيزا تأشيرة سياحة مرور وخروج زي السياح أو إقامة، ده اسمه مستأمن. واضح؟ والنوع الثالث حربي، يعني بيحاربنا، خدت بالك؟ يبقى الكافر الحربي ده ما ينفعش يبقى ولي، واضح خالص، لكن المعاهد والمستأمن ينفع يبقى ولي. واضح؟ والتشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربي على ذمية، وبالعكس وهو كذلك والمستأمن كالذمي، كما صححه البلقيني. طبعا في العصر الحديث يقول والمواطنة، ففي عقد جديد سياسي يقره الإسلام أيضا وهو عقد المواطنة، وإن كان ليس معمولا به في عصر النبي إلا أنه ليس منهيا عنه. واضح؟ إن يجي لك غير المسلم يقول لك أنا مش هدفع جزية، الجزية دي كان بيدفعها مقابل إيه؟ مقابل حماية، إنه نحميه وندافع عنه ونؤمنه في أمواله، ومقابل ذلك ما يبقاش جندي في الجيش عشان ما يعرضش نفسه للموت، فبيدفع هذا المبلغ مقابل حماية حتى لا يدخل في الجيش ولا يبقى جندي ولا يحضر حروب معانا، كويس؟ أدي أقصى عقد الذمة، كويس؟ الوقتي قال لك خلاص أنا مش عايز أدفع عقد ذمة لأن أنتوا عرضتوها عليا أن الذمة دي إذلال وأنا ما أحبش الذل، قلنا له ده مش إذلال، لأن أذلة وهم صاغرون، أذلة يعني مذللين منقادين لحكم الإسلام، مش أذلة يعني من الذل، أذلة من التذليل أي منقاد لحكم الإسلام، يعني ماشي تحت إيه؟ تحت سلطة القانون. أدي معنى زي ما ربنا بيقول كده للمؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة يعني مذللين منقادين، مش أذلة من الذل، ده أذلة من التذليل والانقياد. فربنا قال في المسلمين في المؤمنين أذلة على المؤمنين، وقال الثانية هنا إيه؟ حتى تلجز عن يد وهم صاغرون، يوم يقول لك أذلاء في التفسير، أذلاء يفتكروها من الذل، من الذل هي من التذليل والانقياد، لكن المسلمين في العصر الحديث عرضوا دينهم غلط على غير المسلمين فأخطأوا العبارة، ففهموا غير المسلمين أن الجزية تعدل الذل والمزلة والخزي والعار، فليجي تقول له تدفع جزية يقول لك لا يأنف. فهمت بقى المسألة؟ خلاص ما تدفعش الجزية بس خش الجيش، فبقوا يخشوا الجيش وخش الشرطة ويخش الشرطة. واضح الكلام؟ يبقى اسمه عقد مواطنة، بقى صار مواطنا مستأمنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وله أن يدخل في الجيش ويتولى المناصب وغير كل عادي، خلاص ما فيش مشكلة، والإسلام لا يمنع مثل هذه العقود على فكرة. واضح؟ يبقى نشوف هنا ايه والمستأمن. انت تحط هنا بقى ايه؟ طبعا ده كتاب مكتوب من 200 سنة 300 سنة، لما تقرأ انت في العصر بتاعنا تحط زيادة
ايه والمواطن، المواطن غير المسلم في البلد المسلم، عشان يدخل بقى ايه عقد المواطنة اللي هو عقد الجديد اللي هو ما كانش موجود ايام الفقهاء اللي بيكتبوا الكتب دي. كالذم كما صححه البلقيني، ومحل ذلك ان كان عدلا في دينه بان لم يرتكب محرما مفسقا في اعتقاده. يعني تصح ولاية الكافر على الكافرة ان كان عدلا في نظر اهل ديانته، لكن لما يبقى فاسق فعند اهل ديانته، يعني هو مسيحي وتسأل عليه المسيحيين يقول لك ده راجل مجرم سكير، ده قليل الادب. الله، ده ما ينفعش يبقى عدل حتى اهل ديانته مش قابلينه، فهمت ازاي؟ يبقى ده ما ينفعش ولايته حتى لتزويج بنته، يبقى لازم يكون في الحاله دي عدل عند اهل ديانته غير مشهورا بالفسق عندهم. واضح؟ ومحل ذلك ان يكون عدلا في دينه بان لم يرتكب محرما مفسقا في اعتقاده. فان لم يكن عدلا في دينه بان ارتكب المحرم المذكور لم يلي الكافر، لان الفاسق عندهم كالفاسق عندنا. وظاهر كلامهم انه لا فرق بين تزويج الكافر لكافره وتزويج لكافر وتزويجها لمسلم، يعني لا فرق ان يزوج بنته المسلم او يزوج بنته الكافر، طالما هو عدل في نظر دينه فينفع، يبقى ولي زوجتك الكتابية هو أبوها الكتاب، واخد بالك زي ما فيش مشكلة طالما هو عدل في دينه. وهو كذلك، لكن لا يزوج المسلم قاضيهم، ما ينفعش بقى المسلم يجي القاضي اللي هو حاكمهم، دليل ان احنا ممكن يبقى عندنا قضاء منفصل لإيه؟ لغير المسلمين، لا بأس لو طلبوا بهذا نديهم، مش مشكلة عندنا، نعمل قضاء خاص بالأحوال الشخصية متعلق بغير المسلمين، يقضوا إيه قضاياهم على خلاف ما نقضي نحن بمقتدرنا، لا نلزمهم بمقتدرنا في الأحوال الشخصية، لا بأس، ما فيش إشكال عندنا، عشان تبقى دولة مدنية ما يجراش حاجة، لأن الإسلام أصلا دولته مدنية وليست دينية. الدولة الدينية عند المسلمين لا تكون إلا إذا كان حاكمهم معصوم، والحاكم المعصوم هو النبي مات، يبقى ما بعد النبي كله دولة مدنية لحد ما ينزل سيدنا عيسى ابن مريم، ترجع دولة دينية في آخر الزمان لأن ده نبي، فهمت بقى؟ بين البنين، بين وفاة النبي وبين نزول عيسى ابن مريم، الحكم في الإسلام مدني، تراعي الأقليات وتراعي الديانات الأخرى وتراعي مثل هذه الأشياء، واللي يقول غير كده يبقى مش فاهم الإسلام، يرجع تاني يقعد يقرأ الإسلام بقى على المشايخ ويفهمه، عشان بيعمل شوشرة ومضيع وقت الناس. لكن لا يزوج المسلم قاضيهم، وهذا في الكافر الأصلي. الكافر الأصلي اللي هو إيه؟ يعني لم يسبق له الدخول للإسلام ثم ارتد. الكافر الأصلي اللي هو فضل على دينه غير الإسلام ما غيروش، ده اسمه كافر أصلي، واخد بالك؟ بس بتفتكر في كافر أصلي وكافر تايواني يعني، واخد بالك؟ لا، الأصلي اللي هو يفض الكافر على طول، والمرتد علشان يخالف بين، لأن المرتد كافر برضه بس مش أصلي. وهذا في الكافر الأصلي، أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا على كافر ولا على مرتدة، لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره. يبقى الجماعة الإيه اللي هم البهائية اللي ظهروا جديد، دول مرتدين، ما ينفعش فيهم ولاية، فهمتني بقى ازاي؟ يبقى يدخل فيهم البهائيين والاسماعيليين والباطنيين وقول بقى زي ما انت عايز، فهمت؟ دول يدخلوا لان دول مرتدين، ما تنفعش ولايته، لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره. وفرقوا بين ولاية الكافر على الكافرة وشهادته حيث لا تقبل ولو في نكاح كافرة، بان الشهادة محض ولاية على الغير وليس الكافر اهلا لها. يعني قال لك احنا قايلينش في الشهاده ما ينفعش شهود كفار، لكن في الولايه ممكن ولايه الكافر على الكافره ولو كان الزواج لمسلم. طب ليه في الشهاده قلنا ما ينفعش الكافر باي صوره لكن في الولايه ينفع الكافر في بعض الصور؟ ادي المساله اللي بيقول لك، بيقول لك الفرق ايه؟ بان الشهاده محض ولايه على الغير، محض ولايه على الغير وليس الكافر أهلا لها. الرسول بيقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والشهادة محض ولاية، خدت بالك؟
والولي كما يراعي حظ موليته يراعي حظ نفسه في دفع العار عن النسب. لكن الوالي الثاني الوالي ده بيراعي حظ بنته، فهو حريص على حظ بنته وعلى ايه، وبالتالي حرص وشفقته على بنته صححت ولايته لها. اما الشهاده فهي محض ولايه فقط وليس فيها مراعاه مصلحه، فهمت؟ وبالتالي طالما هي الولايه الشهاده محض ولايه بغير مراعاه المصلحه فيبقى نتشدد فيها، يبقى لازم يبقى مسلم. اما الولايه فهي فيها مراعاه المصلحه في الوالي بقى، مراعاه المصلحه مع وجود الولايه، فمراعاه المصلحه مع وجود الولايه توفرت في ايه، في ولي الكافره، لانه هو لوجود الشفقه الاب على بنته او شفقه الاخ على اخته او شفقه الجد على حفيدته، وبالتالي نصححها لوجود قرينه الشفقه. واضح؟ قول ولا يفتقر نكاح الأمة على إلى عدالة السيد، أي لأنه يزوجها بالملك. ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد، برضو الأمة الرقيق يعني لا يفتقر إلى عدالة سيدها لأنه بيجوزها بالملك لا بالولاية حتى يحتاج إلى عدالة. وقوله فيجوز أن يكون فاسقا، أي فيجوز أن يكون السيد في نكاح الأمة فاسقا، ولا فرق في تزويجها لعبد وتزويجها لحر بشرطه. وكذلك يجوز كونه رقيقا مكاتبا أو مبعضا أو كافرا في كافرة، كل الكلام ده قلناه قبل كده. فاقتصار الشارح على الفاسق إنما هو بالنظر لتعبير المصنف بالعدالة. وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شهيدي النكاح، اللي هو الإسلام والبلوغ والعدل والعدالة، كل ده زي ما قلنا دول يشترطوا في الولي، يشترطوا برضو في شهود عقد النكاح، أي كما هو صريح في كلام المصنف. فيشترط فيهما الإسلام، فلا يصح النكاح بشاهدين كافرين ولو في نكاح الكافرة، والبلوغ فلا يصح النكاح بشاهدين صغيرين، والعقل فلا يصح النكاح بشاهدين مجنونين، والحرية فلا يصح النكاح بشاهدين رقيقين، والذكورة فلا يصح النكاح بشهادة امرأتين ولا خنثيين، والعدالة فلا يصح النكاح بشاهدين فاسقين، وقد تقدم التدبيع على ذلك مفرقة. وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح، العمى بقى ده يقدح في الولاية في الأصح، لأن في وجه تاني مقابل الأصح إنه لا يقدح في الولاية. واضح؟ يبقى في وجهين في موضوع العمى، أي فلا يقدح في ولاية التزويج على الأصح وهو المعتمد لحصول المقصود بالبحث والسماع، وهذا بالنسبة لصحة العقد منه. لكنه إذا عقد بمعين، عقد بمعين يعني عقد على مهر معين، يقول له مثلا إيه، زوجتك ابنتي على أن تعطيها هذه السيارة مهرا، طب هذه السيارة أنت مش شايفها، فهمت؟ ده معين، يبقى ما ينفعش. طب لو عقد هو على معين صح العقد وتاخد مهر المثل، فهمت بقى إزاي؟ لأن هو مش شايف المعين. واضح الكلام؟ لكنه إذا عقد بمعين لغى المسمى ووجب مهر المثل، ويوكل في قبض المهر من الزوج وإقباضه للزوجة، ولا يجوز للقاضي تفويض ولاية العقود للأعمى لأنه نوع من القضاء كما في شرح الرمل. يعني ما ينفعش يبقى في مأذون أعمى، يبقى لما تقدم على المأذونية يشترط أن يكون مبصرا، لأن المأذون ده مفوض من الحاكم أن يحضر عقود الزواج، فلابد أن يكون سليم الحواس. واضح؟ فما ينفعش يبقى أخرس ولا أعمى ولا أطرش، لأنه هيقيم عقد الزواج. والله تعالى أعلى وأعلم. وأقم الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.